مباركة مملكة لأبي والابن والروح القدس ألانا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كريانا للسلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كريانا وكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل ملكنا ومساعدي وجنوده ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كريانا البلدة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل اعتدال الأهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كريانا إيسون. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كريانا خلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كريانا إيسون. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين ولندع المسيح للأذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا الله. أيها المسيح الإله الجالس مع الآب والروح القدس، إنك لما مددت يديك على الصليب اجتذبت العالم أجمع إلى معرفتك، فأنرنا اليوم بضيائه وقدسنا بقوته وأيدنا بارتفاعه وأهلنا لمجدك الإلهي. نحن المتكلين عليك لأن لك أن تخلصنا أيها المسيح الإله، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلهي إلهي أصغي إلي، لماذا تركتني؟ خلصنا عني
يا مدحة إسرائيل. خلصنا تلميذات الرب عرفنا من المسيح.
طوعا أيها المسيح الإله، امنح رأفتك لشعبك الجادي الملقب باسمك، فرح بقدرتك عبيدك المؤمنين، باني حانياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم نصرتك سلاح سلام ونصرا ثابتا. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهر آمين. Σταυρών σου προσκυνούμε. اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وانمها لأن يمينك غرستها. Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανών και είδε και επισκέψεν την άμπελον ταυτήν και καταρτιστά αυτήν ενεφύτευσιν εν δεξιά σου. Εις πολλά έτη δέσποτα και τη αηγή αηγία σου
السماء وانظر وتعهد هذه الكرمى وانمها لأن يمينك غرستها. وتسبيحي لقد كان لي خلاصاً، أدبني الرب تأديباً وإلى الموت لم يسلمني. فصل من أعمال الرسل القديسين. في تلك الأيام لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يهملنا في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يحسن أن نترك كلمة الله ونخدم الموائد. فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم يشهد لهم بالفضل، قد ملأهم الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، ونحن نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن الكلام لدى جميع الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلاً ممتلئاً من الإيمان والروح القدس، وفيليبوس، وبروخوروس، ونيكانور، وتيمون، وبرمناس، ونيقولاوس دخيلاً أنطاكياً، وأقاموهم أمام الرسل، فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر في أورشليم، وكان جمع كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. السلام لك أيها القارئ. بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان إذ كان يسوع يعلم أن الآب جعل كل شيء في يديه، وأنه من الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واعتذر بها، ثم صب ماء في مطهرة وأخذ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: أأنت يا رب تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: إنما أصنعه أنا لا تفهمه أنت الآن، ولكنك ستفهمه فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبداً.
أجابه يسوع: إن لم أغسلك فليس لك معي من نصيب. قال له سمعان بطرس: يا رب، لا تغسل رجلي فقط، بل يدي ورأسي أيضاً. فقال له يسوع: إن الذي اغتسل لا يحتاج إلا إلى غسل الأرجل، بل كله نقي. وأنتم أنقياء، ولكن لا جميعكم، لأنه كان عارفاً بالذي يسلمه، لذلك قال: لستم جميعكم أنقياء. حقاً المجد لك يا القدس إله واحد أمين. هذا المشهد الذي سمعناه في هذه الليلة يرد في إنجيل القديس يوحنا. مثل ما بتعرفوا أن القديس يوحنا لا يتكلم عن تأسيس الإفخارستية، وهو يستعيد عن هذا الحدث المهم الموجود في الأناجيل متى ومرقس ولوقا، يستعيد عنه بهذا الحدث غسل الرجلين. بيقولنا النص: كان يسوع يعلم أن الآب جعل كل شيء في يديه، وأنه من الله خرج وإلى الله يعود. قام عن العشاء واتزر منشفة وصب ماء وبدأ يغسل أرجل تلاميذه. وأعطانا من خلال هذا المشهد السيد المسيح عبرة لكي نعيش الخدمة في حياتنا الكنسية. واليوم لبوديكونوس فارس راح يرسم شماس، يعني خادم. والنموذج بالنسبة للخادم، كلنا خدام في الكنيسة، يبقى السيد المسيح. ما عندنا نموذج ولا عندنا مثال ولا عندنا قدوة إلا السيد المسيح. بقدر ما الشماس والمطران والكاهن والمؤمن الذي قبل المعمودية في حياته يقتدي بهذا النموذج، بهذا المثال، بالقدر ذاته بيكون عم يتشبه، بيكون عم يتمثل صورة السيد المسيح بحياته. ما بقدر أوصف، ولكن بدكم تتخيلوا، بدكم تتخيلوا كيف السيد خلع ثيابه واتزر منديل وجلس يغسل أرجل تلاميذه. يمكن نقراها بالإنجيل مروا عليه بشكل عادي، ولكن منه حدث عادي نهائياً. يكفي أن نعود إلى بيوتنا الليلة، وكل واحد منا قبل ما ينام يأخذ كم دقيقة ويتخيل هذا المشهد. مشهد السيد يغسل أرجل تلاميذه، ويسأل ذاته إذا كانوا مطران أو إن كانوا كاهن أو إن كانوا شماس أو إن كانوا إكليريكي أو إن كانوا مؤمن أو مؤمنة، كيف أنا عبعيش الخدمة بحياتي؟ ليلي كلنا خلينا نحاول نعمل هذه المراجعة، هذه المراجعة لذواتنا، كيف نعيش الخدمة، خدمة الإخوة، خدمة التلاميذ. وكل واحد منا بيشوف قديش مقصر، قديش بعاد أنا وياكم عن هذه القدوة، عن هذا المثال، عن هذا النموذج.
أملنا وأمل الكنيسة إنه ليبوديكونوس فارس يكون عنده هذه القدوة بحياته، يكون عنده هذا النموذج، ما يطلع لا على مطرانه ولا على الخوري ولا على الشماس اللي على جنبه، بده يطلع بس وين بدك تطلع يا فارس؟ السيد المسيح. هونيك بس بده يكون عيونه جاعلين نظركم، بولس بيقول، إلى مبدئ الإيمان ومكمله. هونيك النظر بده يكون، لأنه بس نطلع على بعضنا البعض، بنحكي على بعضنا البعض، لأنه كلنا مقصرين. أولكم أنا، بتحكوا علي وبحكي عليكم لأنه مقصرين. ولكن عندما ننظر إلى المثال، إلى القدوة، إلى السيد المسيح، هونيك نقدر نقتدي. ولد الإبوذياكونوس فارس في مدينة الكرك سنة 1983 في عائلة مسيحية مكونة من 6 أولاد، 4 أبناء وابنتان، كلهم متزوجون ويعيشون في الأردن. خدم والده المرحوم في العسكرية، أما الست الفاضلة والدته فكانت ممرضة في مستشفى الكرك الإيطالي. بعد أن أتم دراسته الثانوية والجامعية عمل فارس في بنك الأردن لمدة 2 سنين، ولكن صوت الله الذي استفاق في حياته مبكراً ظل يلاحقه في أعماق ضميره، فهجر كل شيء وقرر أن يخدم الله والإنسان من خلال سر الكهنوت، وانتقل لدراسة اللاهوت في إكليريكية القديس حني في لبنان لمدة 6 سنوات، وكان واحداً من تلاميذي. مر عندي بالصف، علمته لفارس. في حريصة أنهى دراسته سنة 2014 وعاد إلى الأردن للقيام بخبرة راعوية في مدرسة ورعية الهاشم الشمالي، ثم سافر إلى روما حيث أتم اختصاصه في لاهوت الزواج والعائلة. وكم نحن بحاجة، كم نحن بحاجة يا أحبة لهذا الاختصاص، مش لاختصاصات المحاكم ولكن لاختصاص الزواج والعائلة، لأنه مشاكلنا بالعائلات عم تكتر كتير المشاكل. وتم دراسته في روما في جامعة اللاتران هذه السنة الحالية، وقدم رسالته حول موضوع الإفخارستية وسر الزواج عند اللاهوتي الروسي ألكسندر شميمان. يقول فارس في رسالته التي طلب فيها الدرجة المقدسة في شهر حزيران من هذه السنة: سيدنا الحبيب، إنني وخلال هذه السنوات الطويلة نسبياً في اختبار هذا الصوت، ظل الصوت عم بلاحقه، صوت الله الذي لم أتوقف يوماً عن اتباعه، اختبرت رعاية الرب وعنايته وقربه مني أكثر من نفسي، فكون في داخلي رغبة في أن أكون بكليتي له لفرط محبته لي أولاً. فإذا كنت أحيا فأنا أحيا به ومنه وله، وإذا تحركت فإن كل حركاتي وسكناتي به ومنه وله، وإن وجدت من بطن أمي فإني وجدت لأكون بكليتي له. فهنيئاً للكنيسة وللأبرشية ولعائلة بقاعين ولعائلة فارس الصغيرة بهذه الرسامة الجديدة
وكل التوفيق للبوذياكونوس. الدياكونوس اليوم راح يصير فارس في مسيرته وفي خدمته الكنسية. أمين. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. جميعنا وجميعكم الحاضرين والغائبين أبناء هذه الرعية المباركة فليذكركم الرب الإله
في السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لكل واحد منكم ألبد يكنوس فارس بقعين وعائلته الحاضرين والغائبين وكل المختصين به فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المطوبين الدائم الذكر الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة والذين أحسنوا ويحسنون إليها وأسلافنا المطارنة الراقدين على رجاء القيامة للحياة الأبدية بولس سلمان ميخائيل عساف وسابا يوكيم وجورج المر الراقدين على رجاء القيامة للحياة الأبدية وكل الذين ذكرت أسماؤهم على هذه القرابين المقدمة وجميع نياتكم وعبد الله عيسى جريس عبد الله الراقد على رجاء القيامة فليذكرهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لكي نعترف بنية واحدة للآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر وغير المنفصل. المسيح فيما بيننا كان وسيكون. المسيح فيما بيننا كان وسيكون. المسيح فيما بيننا كان وسيكون. بحكمة فلنصغي المسيح فيما بيننا كان وسيكون.
المسيح في المدينة دائما وسائر المسيح المسيح في المدينة المسيح في المدينة المسيح في المدينة قبل كل الدهور نور من نور يا حق يا حق مولود غير مكتوب تساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وصلب عنا على عهد بلاطس تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي أمين لنقف حسناً ولنقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك ولنرفع قلوبنا إلى العلاء هيا عند الرب ولنشكرن الرب نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطت عدت فأقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة باثلون لديك الشيروبيم والسيرفيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 لأجلكم لمغفرة الخطايا آمين اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد
الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، لك نشكر يا خصوصاً سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. يا والدة الإله أنت الفردوس السر، لأنك أنبت بنا في المسيح الذي غرس في الأرض شجرة الصليب الحاملة الحياة. فالآن إذ يرفع نسجد له أولاً أبانا فرانسيس بابا روما الطباوي وأبانا وبطريركنا يوسف وإخوتنا السادة الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مديد الأيام مفصلين بإحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين. يا ربنا رئيس كهنتنا جزئك الموقف ونعم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيح المكرم المعافر مديد الأيام مفصلا بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين. وإن تكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك. هذا هو العبد المختار من الله ومن الروح الكلي قدسه، أخونا لبودياكونوس فارس الجزيل الورع، يتقدم ليرتسم شماسا إنجيليا لخدمة مذابح أبرشية بيترا وفيلادلفيا والسائر شرق الأردن وتوابعهما، وذلك بوضع يدي أبينا ورئيس كهنتنا كيريوس يوسف الموقر رئيس أساقفة بيترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن. أدام الله رئاسته ونفعنا ببركاته وصلواته، فلنقل لأجل المرتسم ثلاث مرات: يا رب ارحام. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا رب ارحم، يا رب
لبسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كليف ساتي Despota agie Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. أيها الشهداء القديسون الذين جاهدوا حسنا وتكلموا، يا إشعياء ارقص طربا لأن العذراء قد حملت في أحشائها وولدت ابنا هو عمانوئيل النعمة الإلهية التي في كل حين تشفي المرضى وتكمل الناقصين هي تنتدب لبوديا كونوس،
فارس الكلي الورع للدرجة الشماسية الإنجيلية، فلنطلبن إذن من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح الكل قدسه. أيها الرب إلهنا المرسل معونة روحك القدوس على الذين انتخبتهم بسابق علمك قدرتك التي لا تدرك ليكونوا خدام أسرارك الطاهرة، أنت أيها السيد احفظ بعناية وبالوقار التام عبدك فارس الذي ارتضيت بأن يرتسم مني للخدمة الشماسية، وهو حامل سر الإيمان بضمير نقي. هبه نعمتك التي منحتها لاستيفانوس أول من دعوته للعمل كشماس أهله برضاك لأن يدبر مهام الدرجة الممنوحة له من صلاحك، إذ أن الذين يحسنون الخدمة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة، وأظهره عبدا كاملا لأن لك الملك والقدرة والمجد والأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا يوسف الموقر وكهنة المكرمين والشمامسة الخدام المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل عبد الله فارس المرتسم الآن شماسا إنجليا وخلاصه إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لكي يمنحه الرب إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا دنس إلى الرب نطلب يا رب ارحم. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. عذرنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. نذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ولندع المسيح الإله ذواتي وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. يا الله مخلصنا يا من بصوته الذي لا يزول أوحى لرسله بناموس الخدمة الشماسية وأظهره في استيفانوس أول الشهداء وأول من كلفهم بالقيام بوظيفة الشماس كما هو مكتوب في إنجيله المقدس، من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادماً. أنت يا سيد الكل املأ من كمال الإيمان والمحبة والقداسة وبحلول روحك القدوس والمحيي عبدك فارس الذي أهلته لأن يدخل تحت لواء الخدمة الشماسية، إذ إن النعمة تعطى لمستحقيك بافتقاد رحمتك الغنية لا بوضع أيدينا، وإذ صار منزهاً عن كل خطيئة وقف لديك بلا عيب في يوم دينونتك الرهيب وربح مكافأة وعدك الصادق، لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. أكسيوس Oh.
مستحق والمقدسة إلى الرب نطلب كيرياها ليسوس أن يكون يومنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل استجب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حارس نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل استجب يا سامحة بخطايانا وغفران ذنوبنا الرب نسأل استجب يا رب الخيرات الموافقة لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل استجب يا رب نقضي الزمن الباقي من حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل استجب يا رب حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزي وأن نؤدي جوابا حسنا لدى منبر المسيح الرهيب الرب نسأل استجب يا رب لنسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب أهلنا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم كم للرب لك يا رب بنعمة ابنك الوحيد ورأفته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني الأقداس للقديسين قدوسا و Amen.
على آمین آمین مبارک کن الآتی بسم الرب هو الله وقد ظهر لنا اقبل اليوم شريف عشاك أسري ولا أعطي قبلة غاشة نظير يهوذا لكني
كاللص أعترف لك، لك صارخا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيدي، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. احفظني يا رب لأني عليك قد توكلت. أليلويا. قلت للرب أنت هو ربي وليس لي فيما عداك خير. أليلويا. إلى القديسين والفضلاء الذين في أرضه قد ارتاح كل الارتياح. أليلويا. أما الذين يرعون وراء معبود آخر فقد كثرت همومهم لن أقرب قربانهم من الدماء ولن أذكر أسماءهم على شفتي. هللويا. بل الرب هو نصيب ميراثي وكأسي. أنت هو الذي يرد إلي ميراثي. أليلويا. نصيبي وقع لي في أفضل الأراضي. حقا إن ميراثي جليل. هللويا. أبارك الرب الذي فقهني في الليل أيضا أدبتني كليتي. هللويا. جعلت الرب دائما أمام عيني لأنه عن يميني لكي لا تزعزع. هللويا. لذلك فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي أيضا يرقد مطمئنا. أليلويا. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. خلص يا شعبك وبارك ميراثك مانحا للعالم السلام. واحفظ بصليبك رعيتك. بارك إلهنا كل حين لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ويا الذين اشترك في الساعة
الصغير المسيح الإلهي المقدس الطاهر الخالد السماوي المحيا الرهيب. أشكر الرب شكرا لائقا. كيريا ليسون. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطئ خطواتنا بصلوات وتضرعات والدك الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسم الرب كي يا ليسون. الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك. يرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الإسلام الأكثر والقدسين المشرفين الرسل الجديرين كل بديع كثيرة يا سيد لسنين كثيرة يا سيد لسنين كثيرة يا سيد. سامي مباركي مبروك للشماس وللكنيسة فيكم زعفو. Mm-hmm.